التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وذلك بحضور أنجال سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة والدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وخلال اللقاء رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مشيدا سموه بما يقوم به فضيلة الشيخ من جهود طيبة ومقدرة في تعزيز مكانة الإسلام وقيمه وتعاليمه السمحاء. وأكد سموه على المكانة الرفيعة التي تبوأها الأزهر الشريف كمنارة علمية ودينية تنشر قيم الإسلام والاعتدال والمحبة في الأوساط العالمية. وبين سمو الشيخ ناصر أن مملكة البحرين كانت ولا زالت هي أرض الإسلام والتعايش بين جميع الطوائف، حيث أصبحت مملكة البحرين بفضل رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه واحة للسلام والأمن. وخلال اللقاء التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مع عدد من شباب المملكة. فاحنا اليوم نهجنا في بلادكم في مملكة البحرين منبثق من الأقوال في كتابنا الحنيف اللي يحث دائما ما على الأمل وعلى الإيمان والتحلي بالصبر. فهذا نهجنا اليوم ونهج دعمنا، وكيف ان احنا نفهم شبابنا ان الطريق امامكم والفرص موجودة، لكن الشيء الوحيد الغير مضمون أن الطريق مو ممكن يكون هو سهل من البداية، ولا يمكن يكون معبد الطريق من البداية. وهنا هو الإيمان، وهنا هو الامتحان الحقيقي في الشخص اللي روحه مليئة بالصبر والاندفاع والإيمان بقدراته، ولكن قبل كل هذا هو ترى وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فبلا شك إن هذا هو نهجنا، بس أنا أقول لكم إياها من باب تجربة وقناعة. أتذكر وأنا صغير في عمر العيال اللي تشرفوا اليوم باللقاء بك فضيلة الشيخ، كنا نصلي صلاة العشاء خارج القصر، في عندنا مسجد جنب بيتنا ونروح لنصلي العشاء ونرجع قبل المدرسة، وكنا وراء الإمام قرأ آية واحدة غيرت مفهومي بشكل كامل، ولا كنت أعلم في ذاك الوقت أنه بيكون لي دور في قيادة دور الشباب، ولكن أتذكر قال في هذه الصورة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا يفسر اليوم نجاحكم، ويفسر الناجح والصادق واللي روحه مليئة بالإيمان، والشخص اللي خالية نفسه من هذه الأشياء. ولكن اليوم ما هو بدوري أحاضركم، ما هو بدوري أقول لكم، لكن دوري اليوم أوضح إلى فضيلة الشيخ الروح الموجودة في بلاده في مملكة البحرين كيف نستلهمها من قرآننا الحنيف ومن القيادة الرشيدة التي تلقيناها بعاتق الرقاب كأمانة نوصلها للأجيال القادمة. ولكن اليوم الشرف الأكبر هو لقائكم والاستماع لكم، فاسمحوا لي إذا طلت عليكم، لكن أنا اللي متشوق ومتحمس أكثر من الشباب أن نسمع إلى توجيهاتكم اللي بلا شك بتكون هي يعني الحافز والداعم الأكبر لنا جميعا إن شاء الله. الشباب هو القوة الحقيقية أو الثروة الحقيقية للبلاد وللأمم. ربنا خلق الإنسان إني جاعل في الأرض خليفة،
فكذلك الإنسان مطلوب أن يمثل الله على الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. والملائكة قالوا طبعا يعني كان يسكن الأرض قبل ذلك الجن وتحاربوا وتقاتلوا وسفكوا الدماء، فقالوا لا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فالإنسان دوره الدرس هنا أن دوره أن يمثل الله سبحانه وتعالى. من هنا كان مهم جدا أن تكون هناك بوصلة للشباب في يعني في ذهن كل شاب في بوصلة معينة مضبوطة على الخير، زي ما ربنا يعني طبع البوصلة على أنها اتجاه الشمال، في بوصلة الإنسان عنده اتجاه الخير، فيه مغريات شيطانية، مش مغريات يعني دعوات شيطانية، وتتمثل أول ما تتمثل في الفكر المتشدد والفكر المتطرف. ويبدو أنه خطط له تخطيط جيدا بحيث أنه يرتكز على الشباب ويرتكز على اختطاف العقول الشابة لتجهيز قاعدة أو تجهيز جيش في الظل، بحيث أنه هو وقت اللزوم. ودي طبعا يعني يكفيكم أن هذا الصنيع يؤشر تأشيرا قويا على أن هناك متربصين بمناطقنا هذه وببلادنا وب يعني لا أستبعد أن يكون متربص بالدين أصلا، لأنهم يعلمون أن مصدر المسلمين رغم ما يعني يوجه إليهم من ضربات هو هذا الدين، فلا بد من ضرب هذا الدين أولا حتى يسهل قيادة هؤلاء الناس أو السيطرة عليهم. فإن شاء الله إحنا الحمد لله البحرين لبلد عريق، بلد عريق، في وأنا درست يعني كثيرا عن البحرين قبل أن حتى المرة اللي فاتت يعني، وهو يعني أرض متعودة على التعددية وعلى التسامح.